السلام عليكم. اليوم راح الولاية تاع بجاية لنقف على سيرورة الأشغال بطريقة تاع خلاطة لنشوف أن الأشغال ما زالت متواصلة به رغم صعوبتها، لأن المنطقة ضيقة إلى أنه فيه يعني حلول نتاع استعمال البورتيك أو بورتافو. لاحظ هنا الأشغال صعبة، لكن معليش العمل هذا ما بقالوش بزاف وينتهي. نترككم تتابعون يعني ما تبقى من هذه الفيديو، والسلام عليكم.